على مدى قرون كانت بلاد الرافدين نصب الأعين ومحط رحال الباحثين عن العلم والأمل بل حتى عن الأمان، لكن منذ أن دخلت قوات الاحتلال الأمريكي أرض العراق حتى أصبح الخروج من البلاد واللجوء إلى أوروبا أمنية وغاية للكثيرين، من الانهيار الأمني إلى تردي الواقع المعيشي وما تخلله من مآس عدة ألمت بالعراق. فهجرة العراقيين كانت لها عدة أسباب، أبرزها الملاحقات الأمنية والتصفيات الجسدية التي استهدفت معظم المجتمع ولا سيما الكفاءات، حيث أخذت عملية التهجير صفة ممنهجة في المدن ذات الهوية والغالبية السنية، وهو ما اتضح جليا في ممارسات الأجهزة الحكومية والميليشيات التابعة لها في نطاق هذه المدن. حتى وقت قريب أشاعت الحكومة في بغداد أخبارا تفيد بعودة الكثير من اللاجئين في الخارج إلى العراق، لكن الإحصاءات الدولية والتقارير الصحفية تؤكد غير ذلك، ومن هذا ما أوردته صحيفة آي البريطانية عن رغبة كثير من العراقيين في الهجرة من بلدهم رغم انتهاء المعارك مع تنظيم الدولة، خوفا من العنف الطائفي الذي يتعرضون له من قبل القوات الحكومية بناء على هويتهم أو حتى أسمائهم. كما أوضحت الصحيفة من خلال استبيان أعدته أن هناك شعورا متناميا لدى العراقيين بمغادرة البلاد بسبب الفقر وزيادة معدلات البطالة بين الشباب، وهي الفئة الأكبر من المهاجرين وفقا للإحصائيات الأوروبية. كما أن العراق بات ضمن أكبر الدول من حيث نسبة طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي بحسب الأمم المتحدة، التي قدرت أعداد الهاربين من جحيم العراق الجديد بأكثر من 4 ملايين نسمة. وإذ لا تظهر مخاطر ظاهرة الهجرة في الوقت الحاضر، فإن المستقبل قد يكون حمالا لمشكلات مجتمعية قد تواجه العراق لا يكون للحكومة أي دور بحلها. ولسان حال عراقي الداخل والخارج يقول: ما ذنبنا إذا ما تزامن جحيم الوطن مع ربيع العمر؟